لو ناوي تشتري موبايل جديد ومجهز فلوسك ومحتار تختار ايه النوع المناسب، اتفرج على الحلقة ده اهي، هقول لك تختار النوع ازاي وايه هي المواصفات المهمة. يلا بينا نشوف الحلقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واهلا بكم متابعي قناة من هنا وهناك، معكم بلال نصر. ولو انت جديد معنا في القناة تشترك في القناة وتفعل الجرس عشان تجيلك كل الحلقات الجديدة، وتضغط على زر الاعجاب وتنزل تكتب التعليق، مهم جدا، وتشارك الحلقة وما تنساش تتفرج على الحلقات السابقة، وان شاء الله وعدكم في جديد. ولو انت بتتفرج على الحلقات من خلال رابط الفيسبوك تنساش تضغط على الثلاث نقط اللي موجودين فوق وتختار فتح الحلقة من خلال تطبيق اليوتيوب عشان تقدر تكتب التعليقات وتضغط على زر الإعجاب. ويلا بينا بقى نبدأ الحلقة، هنتكلم فيها عن حاجات مهمة جدا وإزاي تختار موبايلك الجديد لو ربنا أكرمك إن شاء الله. ويلا بينا نبدأ الحلقة. بص يا سيدي، أول حاجة هتحددها نظام التشغيل أو الأو إس أو أوبريتنج سيستم أو السيستم، كلهم معنى واحد. في عندك نوعين، يا اي او اس، وده بتاع شركه ابل بمنتجاتها سواء الايفون او الايباد او اي منتج خاص بيها، او اندرويد، وده ليه شركات كتير بتدعمه زي سوني، سامسونج، نوكيا، شاومي، تكنو، هواوي، اوبو، ال جي، شركات كتير بتدعمه. ويعني من الاخر كده تقدر تقول كل الشركات بتدعم الاندرويد ما عدا الاي او اس اللي هو بتدعمه شركه ايفون او ابل. يبقى احنا كده هنحدد السيستم بتاعنا، وفي الغالب انت هتحدد السيستم بتاعك اللي هو الاندرويد. تمام كده؟ تمام. تاني حاجة، انت معاك كام؟ ميزانيتك كام؟ شايل فلوس قد ايه عشان تشتري الموبايل؟ هقسم لك الموضوع لاربع فئات. فئة الناس الغلابة اللي هو اقل من 1000 جنيه، وهتشتري موبايل سمارت او تليفون اندرويد بأقل من 1000 جنيه، فيه ان شاء الله. تاني فئة اللي هي الفئة المتوسطة من 1000 ل 3000. تالت فئة فئة الناس المبسوطة من 3000 لحد 10000. آخر فئة بقى والفئة الرابعة اللي هي فئة عالية القوم، الناس بقى ما شاء الله اللي عليها، اللي بتشتري تليفون ب 10000 جنيه فما أكثر. تمام كده؟ في آخر الحلقة ده هقول لك وهعمل لك فيديو كده هوريك إيه الأنواع المتاحة في كل فئة. اتفرج على الحلقة للآخر. تالت حاجة بقى هنحدد المواصفات المهمة جدا في الموبايل، وخلي بالك ان الماركة بتاعت الموبايل مش مهمة قوي، خصوصا ان اي موبايل له عمر افتراضي مهما كان سعره. يعني انت لو شريت موبايل مهما كان السعر بتاعه ولا عمر افتراضي هيبوظ بعد العمر الافتراضي ده، حتى لو تم سليم امكانياته هتكون غير متطابقة او غير مساعدة او غير معينة لك ان انت تشتغل مع التطبيقات او البرامج اللي هتبقى موجودة في الوقت ده. يبقى اي موبايل مهما اشتريته الماركة بتاعته هو ليه عمر بتاعه، سواء كان تاني سليم او تاني تالف، بعد العمر ده هو هيكون كفاءته منخفضة. يلا بينا بقى نتكلم عن المواصفات المهمة او المواصفات القاتلة في الموبايل. اول حاجة عندك المعالج، السي بي يو او البروسيسور. المعالج او السي بي يو او البروسيسور لما تبص في المواصفات كده ركز عليه، مهم جدا. المعالج ده هو يعتبر كده عقل الكمبيوتر او عقل الموبايل، لا غنى عنه. لو المعالج ده امكانياته قليله هيتعبك. بص معايا، في عندك معالج احادي النواه وثنائي النواه ورباعي النواه وثماني النواه، لازم المعالج بتاعك ما يقلش عن رباعي النواه. ومعنى كلمه رباعي النواه ان المعالج نفسه متكون من كذا معالج جواه، يا اربعه يا خمسه يا اتنين يا اكتر. بعد كده كل واحد منهم مسؤول ان هو يعمل عمليه. المعالج لو بطيء الموبايل هيبقى بطيء، كلمة واحدة لا ثانية لها. تاني حاجة بقى في المواصفات الفنية القاتلة، الذاكرة رام. خلي بالك ان انت الناس بيحصل لبس بينها بين الذاكرة بتاعت التخزين الداخلي والذاكرة الرام. انا دلوقتي بكلمك عن الذاكرة رام اللي هي راندوم اكسس ميموري، اللي هي الرامة بيسموها ذاكرة الوصول العشوائي او الرام. عامة لما تيجي تشتري موبايل هتلاقي المواصفات موجودة كده، بقول لك كده الذاكرة رام. وخلي بالك دي بقى تتقاس بالجيجا بايت. لو انت اشتريت موبايل الرامة بتاعته 1 جيجا بايت، اعرف ان الموبايل ده هيتعبك. حتى لو اشتريت بيه دلوقتي هيتعبك، كلمة واحدة هيتعبك. عشان تشتري موبايل محترم ويشتغل معاك لمدة سنة او اتنين او تلاتة ما يتعبكش،
لازم الرامه بتاعته ما تقلش عن 2 في الوقت الحالي اللي انا فيه ده، لكن بعد كده لازم تبقى 3 او 4، يفضل ان الرام تكون اكتر من 2، 2 في اقصى 2 بقى 3 4، طلعت لحد 8 وصلت لحد 16 زي الفل. وطبعا خلي بالك ان كل ما بتزيد كل ما الموبايل سعره بيغلى، لان الرام دي تعتبر الرئه اللي الموبايل بيتنافس بيها، هي الرئه بتاعته. لو رئه صغيره الموبايل مش هيستحمل معاك وهيهنج معاك على طول، لو رئه كبيره الموبايل هيستحمل معاك. يبقى اقل الرام عشان تشتريها مش اقل من 2، مهما كان سعر الموبايل اللي هتشتريه ما تقلش عن 2 جيجا بايت رام. تالت حاجه بقى سعه التخزين الداخليه، الهارد ديسك بتاع الموبايل. الموبايل ده اقدر اخزن فيه بيانات قد ايه؟ وهنا بيحصل اللبس بين الرام وسعه التخزين الداخليه. الناس بتفكر ان سعه التخزين الداخليه هي الذاكره، لا، احنا قلنا الرام ديت الرام بتاعت الموبايل. تعال بقى اكلمك على سعه التخزين الداخليه، دي اللي بتخزن فيها الصور والفيديوهات والتطبيقات وكل حاجه. بتبدا من اول 8 ف16 فعندك 32 فعندك 64 فعندك 128. خلي بالك في لبس بيحصل بين الرام وسعه التخزين الداخليه. الرام اللي هي الراندوم اكسس ميموري او الذاكره العشوائيه اللي بتسمح لك تشغل فيها البرامج، يبقى الرام بتشغل فيها برامج. اما انت لو حبيت تخزن البرامج او تخزن الصور او تخزن الفيديو او الصوتيات او اي حاجه جوه الموبايل، فانت بتحتاج ذاكره داخليه اللي هي اسمها سعه التخزين الداخليه، وديت لازما ما تقلش عن 16. وخلي بالك 16 هتتعبك، فانت خليك 32 والافضل 64 والافضل 128. ولو فرضنا ان انت بتخزن بيانات كتير في الموبايل بتاعك، ممكن تدعمها بحاجه اسمها اس دي كارد او بطاقه التخزين الخارجيه. دي الميموري اللي انت بتجيبها وتركبها في الموبايل، دي بتزود سعه التخزين الداخليه وبتدعمها. يعني بالاخر كده لو انت موبايلك مثلا 64 جيجا ممكن تجيب له ذاكره اللي هي الميموري 64 جيجا، يبقى موبايلك دلوقتي يقدر يشيل 128 جيجا. بس في مشكله صغيره، ان البطاقات الذاكره الداخليه لو صغيره وجيت تدعمها ببطاقه ذاكره خارجيه ساعات الموبايل بيهنج، وساعات في موديلات للشركات ما بتدعمش الذاكره الخارجيه من اساسه. تمام كده؟ تمام. احنا كده بقى اتكلمنا على المواصفات الفنيه القاتله في اي موبايل. يعني الموبايل ده لو المواصفات دي قليله هيبهدلك وهيتعبك، عاليه الموبايل هيريحك وهيبقى كويس وهيبقى فيه انسيابيه في الشغل وهتبقى راضي عن الموبايل بتاعك. نيجي بقى نتكلم عن المواصفات اللي هي اقل شويه، هي مواصفات ضروريه بس برضه بتيجي في الدرجه الثانيه. اول حاجه عندك البطاريه. البطاريه دي هي اللي هتحدد لك الموبايل ده هيشتغل قد ايه. البطاريه بتتقاس بالملي امبير. وطبعا في عندك بطاريات اللي هي 1500 ملي امبير، في عندك 2500، في عندك 3000، في عندك 4000، في عندك 4500، في عندك 5000 ملي امبير. بص معايا عشان ما تدوخش نفسك كتير، كل ما الرقم يزيد كل ما الموبايل هيشتغل ساعات اكتر. تاني، البطاريه كل ما الملي امبير بتاعها بيزيد كل ما قدرتها بتزيد، وبالتالي هتقدر تشغل الموبايل فترات كتيره. بس عايز اقول لك على حاجه مهمه جدا، اول جزء بيتلف في الموبايل البطاريه. العمر الافتراضي لاي بطاريه ليه عمر افتراضي بيتراوح من سنه لسنتين، بعد كده البطاريه بتبدا تتلف او بتقل كفاءتها، فاول حاجه قابله للتغيير البطاريه. فخلي بالك اشتري موبايل بطاريته كويسه واعرف ان انت كده كده هتتغير سواء استخدمته مده طويله او مده قليله، فهي بتتلف مع مرور الوقت. تاني حاجه بقى الكاميرا. الكاميرا جزء اساسي من اي موبايل. في عندك نوعين من الكاميرا، كاميرا اماميه اللي هي السيلفي وكاميرا خلفيه. الكاميرا دقتها بتتقاس بحاجه اسمها الميجا بيكسل. الميجا بيكسل ديت الوحده بتعادل مليون نقطه ضوئيه في الصوره. واللي مش عارف الميجا بيكسل او هيدوخ كتير اتفرج على حلقه هاردوير وسوفت وير، ان شاء الله هتلاقي الرابط بتاعها فوق دلوقتي. نكمل. الميجا بيكسل كل ما تزيد كل ما الصوره تبقى افضل والدقه بتاعتها اعلى. اي شركه بتنزل موبايل بكاميرتين، كاميرا اماميه وكاميرا خلفيه. طبعا الاماميه تبقى اقل شويه، الخلفيه تبقى اعلى. عامه الكاميرا الاماميه او الخلفيه بتتقاس زي ما قلت كده بالميجا بكسل، ففي عندك بتبدا من 4 ميجا بكسل ف8 ف16 ف32 ف64 ف128 وبتعلى. كل ما الميجا بكسل بتعلى كل ما الكاميرا او الصوره اللي هتلقطها الكاميرا ديت بتبقى افضل واعلى. يبقى انت كده اعرف انت هتشتري موبايل كام ميجا بكسل امامي وكم ميجا بكسل خلفي. تالت حاجه بقى نوع ودقة وحجم الشاشة. الشاشة اللي انت هتشتريها بتتقاس بالبوصة، وبتتقاس بالبوصة من القطر العلوي اللي على اليمين لحد القطر السفلي اللي على الشمال بالقطر كده اهو.
واتفرج على حلقه الهاردوير والسوفت وير زي ما قلت لك هتعرف تفاصيل اكتر. المهم ان الشاشه بتتقاس دقتها بالبكسل زي ما قلت كده، وكل ما تزيد دقه الشاشه اللي هو الاتش دي بتاعها كل ما تشوف صوره اوضح واحلى. طبعا لما تختار موبايل شاشته دقتها عاليه وحجمها كبير كل ما تبقى الصوره اوضح واحلى. اخر حاجه بقى وانت بتشتري الموبايل ركز على الضمان بتاعه. هل الوكيل وكيل محترم ولو في مشكله في عيب التصنيع في الموبايل هيغيره لك ولا هيهجس معاك؟ وعايز اقول لك بقى ان الضمان ده يعني ضمن هو ربنا يعني، عشان من الاخر عشان تبقى عارف. بعد كده الموبايل لو حصل فيه اعطال هتعرف تصلحه؟ في ناس بتعرف تصلح الموبايل ده. لا قدر الله الشاشه والتاتش اتكسروا، هل في شاشه والتاتش بديله؟ البطاريه لو تلفت ودي اكتر حاجه معرضه للتلف، هل في بطاريات موجوده؟ هل الموبايل ده الشواحن بتاعته موجوده؟ اكسسوارات الموبايل سواء كانت سكرين او جراب متوفره ولا لا؟ ركز على النقط دي، النقط دي مهمه جدا. وعايز اقول لك بقى ان اي موبايل له عمر افتراضي سواء سنه او اتنين بعد كده ما عادش هيبقى كفاءته عاليه، فركز على النقط ديت عشان ما تدوخش بعد كده. ويلا بينا بقى اوريك النقطه اللي انا كلمتك عنها في اول الحلقه اللي هي الفئات الاربعه اللي هي اقل من 1000 جنيه، 1000 جنيه في 3000 جنيه، من 3000 جنيه لحد 10000 جنيه، من 10000 جنيه فاكتر، الموبايلات الموجوده في الفئات ديت ايه وايه المواصفات بتاعتها. ركز معايا ويلا بينا اتفرج على النقطه دي. بالنسبه بقى للمواقع اللي بتعرض لك موبايلات فيها كتير زي جوميا او سوق كوم او حاجات كتير، المهم احنا هنشتغل على اي موقع ولنفترض سوق كوم. هتنزل ابلكيشن سوق كوم من اي من متجر جوجل بلاي، ادي الابلكيشن اهو، هتنزله وتثبته على الجهاز. نزلت الابلكيشن افتحه. عندك هنا في المنيو اللي فوق ده اهو هتضغط عليه. هننزل ونختار موبايلات واجهزه لوحيه. بص بقى معايا هنا هو مديك تقسيمه اقل من 1000 جنيه، من 1000 ل 2000، من 2000 ل 3، من 3 ل 5، من 5 ل 7 وهكذا. طبعا احنا هنبدا بالفئه الاولانيه اللي احنا قلنا عليها اللي هي اقل من 1000 جنيه. تمام كده؟ هنختار الفئه دي. واحد يقول لي طب هو في موبايلات تاتش اقل من 1000؟ اكيد طبعا في، وهنشوف كده ايه الانواع. طبعا هنسيبنا من الموبايلات اللي هي العاديه اللي هي زراير. اهو اول موبايل عندك موبايل نوكيا سي 1 ده عامل 954 جنيه. تعالى ادخل كده وابص على المواصفات الفنيه بتاعته، هل هو جهاز كويس ولا لا. من المواصفات هتقدر تحكم على اي موبايل. هنضغط عليه ونشوف كده. طبعا هنا اول معلومه خدتها عند ان الشاشه 5.54 بوصه، ودي طبعا شاشه صغيره بس مش وحشه يعني. اللون بتاعه اسود مش هيفرق كتير. الرامه 1 جيجا. هنا بقى المشكله بقى، الرامة بتاعته 1 جيجا دي مشكلة، وسعة التخزين 16 جيجا. هو بيدعم شريحتين واي موبايل بيدعم شريحتين دي مش مشكلة. 1 جيجا قليلة بس بالنسبة لسعره مش وحشة، بس لو انت زودت 500 جنيه كمان تقدر تجيب جهاز رامات 2 زي ما هوريك كده. عامة هو موبايل كسعر مش وحش، لكن بقى طبعا رامات 1 جيجا قليلة، وهنا بتلاقي بقى عروض تانية من شركات تانية بسعر أقل، وبتلاقي الوصف الموبايل و عايز المواصفات التفصيليه بتلاقيه، وهنا ساعات بتلاقي اراء الناس اللي اشترت الموبايل. موبايل بالسعر ده كويس عامه يعني، هو انت بتتكلم في 1000 جنيه مش مبلغ. تعال بقى نروح لموبايل تاني في نفس الفئه السعريه ده، هي طبعا هو نفس الموبايل بلون تاني. ويكو ده موبايل صيني برضه بيديني 8 جيجا و1 جيجا رام. انا مش هندخل جوه بقى، من بره هنعرف. 8 جيجا دي سعه تخزينيه و1 جيجا رام، وسعره 749 برضه موبايل مش وحش. عندك برضه هاي سنس، ندخل كده نشوف الموبايل ده مواصفاته 699 جنيه يعني 700 جنيه. تعالى كده نشوف الموبايل ده مواصفاته الفنيه ايه. برضه الرامات 1 جيجا وسعه التخزين 8 جيجا، يعني الى الان الموبايلات اللي اقل من 1000 جنيه الرامات 1 جيجا والسعه التخزينيه بتتراوح من 16 ل 8 جيجا. لو انت نزلت بصيت على الكاميرا بتاعته هتلاقي ان الكاميرا اهو بيقول لي ان سعه التخزين 8. نشوف الكاميرا، اهي الكاميرا 8 ميجا بكسل اهيت الكاميرا الخلفيه. ما قالش الكاميرا الاماميه قد ايه، ما ذكرهاش هنا. هو عامه كموبايل مش وحش. هتلاقي بقى على كده موبايلات كتير زي سيكو، ده موبايل برضو سعره رخيص عامل 500 جنيه بس الرامات بتاعته 512 فده هيتهبل، بس بالنسبه لسعره كويس شغال. نشوف بقى الموبايلات اللي هي في الفئه السعريه من 1000 لحد 3000 جنيه. هندخل برضو على منيو موبايلات واجهزه،
اختار من هنا من 1000 ل 2000، وتيجي عند التصفية النتائج دهيت، هنضغط عليها وهننزل لتحت خالص كده، هيقول لي السعر من 1000، نخلي هنا لحد 3000 جنيه، ونقول له اعرض النتائج. هو الموقع بيعمل لك تصفية وبيديك نتائج. بص بقى يا سيدي، انت عندك كده موبايلات من 1000 ل 3000، ركز معايا بقى في الموبايلات دي، لان هي دي في الغالب الفئة اللي انت هتشتريها. عندك هواوي واي 7 برايم، الساعة بتاعته 64 جيجا، عامل 2590. الموبايل ده انا هرشحه لك، ممتاز جدا بصراحة. مش عايز اقول لك هو ده الموبايل اللي بشتغل بيه. الموبايل ده لما تفتحه هتلاقي المواصفات عندك. الشاشة بتاعته اولا كبيرة، عندك هنا الموبايل ده شريحتين، طبعا اي موبايل بشريحتين، 64 جيجا الساعة التخزينية، والرام 3 جيجا، وبيدعم الجيل الرابع. الموبايل ده على فكرة جميل جدا وامكانياته حلوة خالص. هي دهيت هتلاقي مثلا عندك موبايل سامسونج جالاكسي ام 11، عامل 2350. برضه هو الموبايل ده هتلاقي برضه ان الذاكرة بتاعته 32، و الذاكرة الرام هتلاقيها برضه تقريبا من 2 ل 3 جيجا. نبص عليها مفيش مشكلة، زي ما قلت لك كده اهو. الموبايل الساعة التخزينية بتاعته 32 جيجا، والرام 3 جيجا بايت، وبيدعم شبكة الجيل الرابع. موبايل ممتاز برضه، مش وحش، بس يعني لو انت حبيت خليك في الهواوي واي 7. لو نزلت بقى تبص بقى هتلاقي موبايلات كتير زي اوبو اي 1 كي، برضه 32 جيجا تخزين و2 جيجا ذاكرة عشوائية رام، ده عامل 1899، يعني اقل من 2000 جنيه. موبايل ممتاز يعني يعتبر 1900 جنيه، موبايل برضه ممتاز. واي 6 برو عامل 2440 جنيه، برضه موبايل مش وحش ممتاز. عامة موبايلات هواوي بصراحة أنا برشحها لك ممتازة. عندك برضه موبايل هواوي واي 6 اس، ده عامل 2110، مش وحش. واي 5 ده بقى أنا عايز أقول لك عليه، وركز عليه، الموبايل ده جميل جدا. الموبايل ده عامل يعتبر ب 1500 جنيه، بس انت لو دخلت بصيت على المواصفات بتاعت الموبايل ده هي هتلاقيها كويسه. يعني انت لو حبيت تشتري موبايل ومعاك 1000 ونص وعايز تشتري موبايل، بيديك 32 جيجا كساعه تخزين، جميل جدا. بيديك 2 جيجا رام كويسه برضه، ال 2 جيجا رام مش وحشه. شبكه الجيل الرابع، الشاشه بتاعته على فكره كبيره مش صغيره. موبايل حلو يعني، موبايل يعني موبايل تقدر تستخدمه سنه اتنين، مش هيقول لك لا، يعني موبايل ممتاز وكويس. يعني كان ده اخر موبايل في الفئه السعريه دهيت. في موبايلات طبعا عندك الريملي وحاجات ياما. ندخل بقى في الفئه السعريه اللي بعد كده، اللي هي اكتر من 3000 جنيه واقل من 10000 جنيه. نعمل تصفيه النتائج وننزل كده نغير الفئه السعريه اللي انا عايزها، نقولهم من اول كده 3000 جنيه. لحد 10000 جنيه. طبعا هنا انا مش هتكلم كتير، اصحاب الفئه ديت هو عارف هو راح يشتري ايه، بس مفيش مانع ندخل ونتفرج كده على الموبايلات اللي موجوده في السعر ده. يعني من اول، يعني من فوق ال 3000 جنيه هتلاقي مثلا موبايل شاومي ريدمي عامل 3235 جنيه. تعال نبص كده على مواصفات الموبايل دوت، ونشوف هل فعلا المواصفات دي تستحق السعر ده، ولا كنت ممكن اشتري موبايل باقل من 3000 جنيه ويديني نفس الاداء. تعال نبص كده. بصراحه المواصفات تستحق، يعني الموبايل ده مثلا الشاشه بتاعته كبيره 6.53 بوصه، 128 جيجا، 4 جيجا رام. لا يعني الموبايل بصراحه ممتاز، يعني حاجه بصراحه. السعر يعني بصراحه ال 200 جنيه اللي فوق ال 3000 لا يستحق فعلا ان انت تشتري موبايل كويس جدا لو حبيت تعلي فوق ال 3000 جنيه. طبعا بقى كل ما تطلع في الاعلى هتلاقي بقى الذاكره تعلى والكلام ده كله. تعال نشوف موبايل فوق ال 5000 جنيه كده. تعالى مثلا سامسونج جالاكسي نوت 10، عامل 8770، طبعا موبايل ما شاء الله عليه. مش هتكلم كتير عن موبايل، هو موبايل هو هيتكلم عن نفسه. الموبايل بيديك 128 جيجا ساعه تخزين داخليه، والرامات 8، يعني الموبايل ما شاء الله طلقه، يعني هيشتغل معاك بصراحه تحفه. يعني هو يستحق فعلا الفلوس اللي اتدفعت فيه، وفي مواصفات كتير بقى مش هتكلم عنها. الموبايلات دي بصراحه انا ما اتعاملتش معاها، بس يعني موبايلات ما شاء الله اللي عنده واحد زيه وربنا يبارك له فيها يا رب. يعني طبعا لو طلعت فوق كل ما تطلع هتلاقي الموبايلات بقى اسعار يعني عاليه. نعمل بقى التصفيه الاخيره بتاعتنا.
للموبايلات اللي فوق ال 10000 جنيه، يعني موبايلات عليا القوم ما شاء الله ربنا يبارك في اصحابها يعني. ونشوف كده ايه الموبايلات الموجوده وناخد كده مواصفات حاجه منها كده، نشوف زي ما بقول لك كده ايه، خد فكره واشتري بكره. يلا بينا كده ندخل ونشوف الموبايلات اللي سعرها بيتراوح من 10000 جنيه ل 30000 جنيه. يلا بينا كده نعمل اعرض. زي ما بقول لك كده خد فكره واشتري بكره. عندك سامسونج جالاكسي اس 20 بلس 25000 جنيه، يعني ما شاء الله عربيه لادا. انا رحت اشتري عربيه لادا استعمل هتجيبها ب 25000 جنيه. تعالى كده نبص كده على المواصفات، تعالى كده نبص على مواصفات الموبايل اللي هو بسم الله ما شاء الله، يعني ربنا يبارك في اللي عنده الموبايل ده ويزيدنا يا رب ويزيدهم ويكرمنا زيهم كده. عندك الموبايل ده ب 25000 جنيه، يعني بيشيل كده اولا نص تيرا و512 جيجا بايت الساعه التخزينيه بتاعته، هارد ديسك كامل، الرامات بتاعته 12 جيجا، يعني ما خلاص كده خلص الكلام. طبعا بقى بقيه المواصفات بقى هتكون على نفس الوتيره بقى، يعني الموبايل ده ما شاء الله يعني الواحد يعني مهما اتكلم عنه مش عارف يوصفه. خد بقى عندك مواصفات ابل بقى، ايفون 11 برو، الحاجات بقى اللي هي ايه اللي ما شاء الله، يعني سامسونج جالاكسي نوت 10، ابل ايفون 11، يعني ما شاء الله ما شاء الله حاجات كده ايه 14000 و15000 و10000، ربنا يزيد اصحابهم يا رب. يعني يا جماعه ما شاء الله في ناس عندها قدره ان تقدر تشتري موبايلات زي دي، بس يعني هو الموبايل ده مش بس هو بصراحه الموبايل ده يجيب عربيه استعمال، يعني مش عايز اقول لك يعني ما شاء الله ربنا يزيدهم يا رب ويبارك لهم. بس طبعا الموبايلات دي يعني انا واحد من ضمن الناس اللي عمري هنحلم نمسكها يعني، ولا حتى لو معايا فلوس دي عمري ما هشتريها يعني. ما شاء الله بكده نكون خلصنا العرض، بكده نكون خلصنا العرض الماركات التليفونات والاسعار او الفئه السعريه الموجوده. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم منها، ولو حبيت تشتري موبايل زي ما بقول لك كده خش على سوق كوم وهات الاسعار. في عندك جوميا برضو تقدر تعمل تصفيه اسعار زي ما عملت كده اهوت، ومن بعد كده تنزل في السوق تشوف الموبايل ده موجود ولا لا، هل بنفس السعر، لو كان اقل من بره او اكتر شوف انت بقى بنفسك هتشتري. بس عامه يعني هتلاقي سوق كوم بيختلف عن السوق بره، اقل 50 اكتر 50 يعني. اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم، ويلا بينا ندخل على بقيه الحلقه. يا رب موضوع الحلقه ده يكون عجبكم، مفيش كلام جديد اقدر اقوله، بس الحلقه دي لو عجبتك ما تنساش تضغط على زر الاعجاب وتكتب التعليق وتشارك الحلقه. لو انت جديد اشترك في القناه وفعل الجرس. اتمنى لكم حياه سعيده، اتمنى لكم عيد اضحى مبارك. اللهم ارفع عنا الوباء يا رب، اللهم ارفع عنا الوباء يا رب، اللهم انصر اهل مصر يا رب، اللهم من اراد بمصر سوءا فاجعل كيده في نحره يا رب. كل سنه وانتم طيبين، كان معكم بدر النصر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.